السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شباب؟ معك فاضي. ترى كل مرة جاك فيديو جديد أو شرح جديد. أول شيء أدري إني مقصر، الأسبوع اللي فات ما نزلت فيديو، والله أنا داري إني غلطان، بس والله العظيم زي ما تعرفوا الفترة هذه فترة اختبارات، اختبارات نهائية، يعني ما بقى لها أسبوع، أسبوعين تقريبا. أنا عندي فترة بحوث وعملي وشغل وزفت، الله يا الله يا الله، الله يعين. يعني والله كنت مرة مشغول، يعني والله ما فضيت يعني، والنت عندي يعني الله يعني انتم بكرامه زباله بشكل مو طبيعي، جدا جدا سيء الانترنت الفتره هذه، عاد ما ادري ليش. ان شاء الله راح اقابلكم ان شاء الله، يعني الاسبوع الجاي حنزل اخر لعبه وبعدها بوقف عشان الاختبارات زي ما تعرفوا انتم قربت الاختبارات النهائيه. فاوكي، لعبت ما لعبت باتل فيلد الحرب العالميه الثانيه، درست كومبات اظن تحديث ده يختلف عن اللعبه الاصليه. فلعبة جدا جدا جميلة وسعرها جدا اجزاء، ما يبغى لها مواصفات عالية. رابط مباشر، جايب اللعبة كرابط مباشر، حط لكم اياها في الديسكربشن، تضغط عليها تتحمل معاك، يجيك ملف المرور ده، استخرج الملف اكسترايت هير، اكسترايت هير هذه، بعدين يظهر لك الملف ده، تفك الملف ده يظهر لك ملفات كثيرة، فيضغط على كلمة سيت اب، شغل السيت اب، بعدين أول مرة أحملها، ف بعد أسوي بروفا. يعني أضرب قليلا، اوكي في نكست، أضرب هنا سوي نكست، لا أضرب هنا شيل صاحبي هنا. أقول لك إنه تبغى اللعبة مع برامج وما أدري إيش، ما يبغى لها برامج اللعبة، حط على هذه كوستوم، يعني هذا افضل شيء. انا ما احمل العاب اختار كوستوم فاسبريكس، حط مكان تبي تلعب فيه. والله الفترة هذه يعني معليش مرة مشغول، وادري اني مقصر، لا لا اوكي. ملفات لا كله بحوث. اوكي خلص تحميل وارجع لكم ان شاء الله. اوكي رجعناكم، فنسوي فينيش، واظن خلص تحميل. وش هنا؟ شوف اذا في كراك ولا ما في، شكله ما في كراك. انتظر شوية، انا دقيقة وارجع لكم. اوكي اوكي رجعت لكم، بس رحت جربت اللعبة وجيت، فهجيب اسد المكتب الملف ده، ماذا يقول الملف بشكل غريب. انا اول شفته قلت يا اخي معقول ما تشتغل، فوقفت المقطع وجربته واللعبة شغالة 100% ما فيها اي مشاكل. فاتمنى كنت صار لكم اشتراك ما تطاقوا الاتراك، واسف على التاخير في الفيديوهات، يعني الله شاهد علي اني جدا مشغول. فكنت ما كنت صار لكم اشتراك ما تطاقوا الاتراك، اقابلكم في فيديوهات ثانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.